أكد سعادة النائب الأول علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن العلاقات البحرينية الروسية قوية ومتينة بفضل العلاقات المتميزة بين جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين وأشار العرادي أن المصالح المشتركة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تشمل كل مجالات التعاون المستحدثة من قبيل الجوانب الصناعية والمالية والسياحية والتبادل الثقافي والتعاون في المجال العسكري مشيراً إلى أن ذلك أسفر عن ارتفاع عدد الاتفاقيات المشتركة شملت مختلف الجوانب. جاء ذلك ضمن الزيارات الرسمية التي يقوم بها وفد برلماني بحريني إلى روسيا بدعوة من مجلس الدوما